English in 30 seconds. إنجليزي 60 ثانية. اليوم حنتعلمك تجاوب على السؤال وين حاجتي أو مثلا وين تليفوني وين مفاتيحي أو ما إلى ذلك. السؤال هو where are my keys وين مفاتيحي where is my phone وين تليفوني أو أي شيء ثاني يكون رايح منه. لو كان على شيء مثلا على الطاولة تقول on the table. لو كان قدام شيء تقول in front of. مثلا in front of the vase قدام الفازة أو قدام بتاع الورد. لو كان جنب حاجة beside the kitchen table بجانب طاولة المطبخ أو beside the door مثلا. لو كان تحت شيء مثلا طايح below the table below the fridge تحت الطاولة أو تحت الثلاجة below the fridge under نفس below لكن under هي تحتها بالضبط مثلا under the laptop behind وراء مثلا behind the sofa يعني وراء الكنبة أو الصوفة. أتمنى أنك تعرفت شيء جديد اليوم. شوفكم مرة جاية. English in 30 seconds. إنجليزي 60 ثانية.